ربما تابعت افتتاح وتشغيل 200 محطة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. السؤال الأبرز، كيف ستنعكس هذه الافتتاحات وهذا التشغيل على واقع الكهرباء في العراق؟ بداية أكيد هي خطوة مهمة جدا بحكم أن العراق يعاني من ارتفاع نسبة الفاقد في توزيع الكهرباء، في نقل وتوزيع الكهرباء، وبنسبة تصل إلى 40%، وهذه نسبة كبيرة جدا إذا ما قارناها مع دول الجوار. على سبيل المثال في الجارة الأردنية نسبة الفاقد 5%، في المملكة العربية السعودية 9%، في العراق 40%. بمعنى أن ما ينتج لا يمكن أن يصل بالكامل إلى المستهلك النهائي، وهذا معناه هناك فاقد بحدود يعني من مجموع 24,000 ميجاوات تنتجها وزارة الكهرباء حاليا، ما يصل إلى المستهلك النهائي هو بحدود 14,000 ميجاوات فقط. وهذا ما هي أسباب هذا الفاقد سيد دكتور الشبيبي؟ ما هي أسباب هذا الفاقد إذا كان العراق ينتج 24,000 ميجاوات؟ إذن أين تذهب البقية؟ هل الخلل في المحطات المتهالكة كما تحدث البعض، أم أن هناك إشكالية أخرى؟ نعم صحيح، يكمن الخلل في تهالك هذه المحطات، محطات النقل والتوزيع، ولكن هناك سبب آخر أكثر ضررا، هو التجاوزات على الطاقة الكهربائية من قبل منشآت صناعية، من قبل مثلا منازل ومساكن عشوائية. هذه نقطة مهمة، ودائما ما تشير وزارة الكهرباء إلى ذلك، يعني هناك ما يقارب 30% من الأحمالية خارج إطار وزارة الكهرباء أو خارج الخطة الكهربائية، وبالتالي يصعب تقدير الحاجة الفعلية إلى الكهرباء في مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى الاستهلاك. ولا ننسى أيضا أن التجاوز على شبكات الطاقة يتسبب في صرف أكبر بحكم عدم وجود جباية حقيقية لهذه التجاوزات، أو ربما حتى لا توجد جباية أساسا، وبالتالي تكون هناك مغالات وتبذير في صرف الكهرباء بشكل أكبر. يعني هذا يفاقم من حدة المشكلة. ولا ننسى أيضا أن السبب الرئيسي لانخفاض مستوى الكهرباء هو الحاجة الفعلية اليوم تقدر بحدود 34,000 ميجاواط يعني حاليا، مع افتراض أنه هذه النسب يفترض أن تتزايد سنويا.